أول من استقبل سمير صبيح كشاعر وكإنسان أني. فأنا مرة كنت قاعد بأمسية قاعة بمنتدى المدينة. جاني أحدهم شاب من جماعتنا قال لي هذا الولد اللي يقرأ شعر يقرأ سعد على المنصة. قلت له ما وعد عليه صغير صغير أسمر الله يرحمك أبو علاوي السيمر وهيجي. فقلت له احنا ما عندنا شيء. أشرت العريف الحفل خلص تقديم قلت له شوف هذا شو اسمه مقدمه. هو كان وراي واقع هو رأسا هو شاعر يقرأ. قال لي سمير صبيح ضاحي. قلت له عوف ضاحي ايه خطير. فقام قلب القاعة قلب ايه. فأنا قمت له قلت له ولا كان مصعدت أنا عبالي تخجني ايه. قال أستاذ شو أنا أخجلك شبكته. فسمير صار واحد من عائلتي يعني لحد عمره هذا قبل لا يتوفى الله يرحمه الله يعني هو الوحيد اللي كان عنده علاقة قبل بأمي وأبوي الله يرحمهم يطبع عليهم حتى من أنا ويام الزاعلين. والله مرة كنا أنا كنت فوق كنت ويام الزاعل نزلت لقيته قاعد يتريك هو أبوي عفته وطبعت ما لي علاقة هيك علاقة هو, هو يظل يحكي عليه. فسمير سمير يعني خسارة للشعر هو نجلة فترك فراغ مو طبيعي. شاعر فارس وشاعر كبير جدا رحمة الله على روحه.